تفكير عنه لو سمحت. موجود داخل القاعة جهاز، جهاز 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 من الكت، من الكت. أريد أسأل عنه، أنا أريد أن أسأل السيد الوزير هل ممكن أم لا؟ يا سيدي لو سمحت جيبه. يا أخي النواب موجودين، قال لك جيبه. شو المشكلة؟ أولا أخواننا نحن لا نهدف إلى، نحن لا نهدف إلى إطاحة حكومة، ونحن لا نهدف إلا إلى ترشيد في استعمال الموارد، الموارد الشحيحة. وقد عبرنا عن ذلك مرارا، نريد إصلاحات. نحن نرى أن هنالك هدر وسوء استعمال للموارد، وزميلنا عليه أن يعمل هذا في هذا في هذا الصدد بتحسين أدائه. يا سيدي يا أخي جيب، أنا بنسأل حول يقول. على كل سأتكلم من هنا. هذه إحدى الكتات سيد رضا، تقول فيها الكت رقم 15-35-010 Emergency Health Care. اجلس يا دكتور، اجلس مجدد. ما عشان نشوف اللي في الخلف. من المواد اللي تم شراؤها ستوف. ستوف كويس؟ ستوف سينجل برنر تايب كويس؟ بمعنى بالعربي يا أخي في شيء ثاني ما جبتش كويس؟ جيبها لي لو سمحت. أقول لك باختصار بابور غاز، بابور غاز بابور غاز والإبرة بتاعه والهدر كويس؟ طيب هذه واحدة، هذا هو ومكتوب والأكسسوري بتاعه كويس؟ أنا أريد أن لي هدف من هذا السؤال وليس عبث. هذا يا إخواننا